ما فينا نوصل على سان هوزيه وما نزور شركة فيسبوك. هالشركة الغنية عن التعريف بيتخطى عدد الموظفين فيها 40,000 عامل، حوالي 1,000 منهم لبناني، بيتمتعوا بحرية كاملة وبكل وسائل الراحة والتسلية، نوادي رياضية، عشرات المطاعم اللي بتقدم الطعام والمشروب والخدمة مجاناً للعاملين بالشركة وزوارهم، بالإضافة لوسائل نقل مجانية وغيرها. منذكر أنه شركة فيسبوك هي خدمة الشبكات الاجتماعية اللي تم إطلاقها بأربع شباط 2004، وأسسها مارك زوكربيرغ مع زميله بجامعة هارفارد. Yeah.